إذا هلا بدنا نرجع لل 6 pulse rectifier. نرجع مرة تانية نكتب نرسم رسمة ال 6 pulse rectifier. هاي دايت. هلا لسه إحنا كلنا uncontrolled. لسانا إحنا uncontrolled. الدايت هو uncontrolled. الدايت uncontrolled device. هو بس بيعمل switching on و off حسب polarity. إذا هاي عنا هون هلا 6 pulse. عندي هاي فيز، هاي سكند فيز، وهاي ثيرد فيز، وهي عندي R S. هدول رقمناهم 1 2 3 4 5 6. وبرد برجع بكمل مرة تانية 1 2 3 4 5 6. إذا بتقدر تفكر فيهم بهذا الشكل كأنهم هيك وهيك، هاي 2 3 4 5 6 1 بهذا الشكل. هلا هدول رح يشتغلوا معنا بهذا السيكونس نفسه. خلينا نشوف ليش هذا السيكونس اجى عندنا، من وين اجى عندي 1 2 3 4 5 6. هذا السيكونس اللي هدول بيعملوا كوندكشن فيه. خلينا نرسم الثري فيز. لو حاولنا نرسم هون الثري فيزز، هي عندي وخلينا نحاول نحط زي ما عملنا المره الماضيه، ناخذ 3. هي عندي 1 2 3 هي 90، 1 2 3 هاي 180، 1 2 3 هاي 270، 1 2 3 هاي 360. وناخذ كمان 1 2 3 راح اعتبرها هاي اسميها 90، وهاي راح اسميها 180. وبعدين راح نخلي ارتفاع الويف فورم 1 2 3 4 هذه اللي هي اللاين فولتج. الفيز فولتج ايش رايك؟ عفوا الفيز فولتج، اللاين فولتج شو العلاقه بين اللاين فولتج والفيز فولتج؟ جذر الثلاثة. أنا راح أعمل 1.75 بس حتى أقدر أرسمهم هون. ها الكل عارف من وين إجت جذر الثلاثة؟ ها عندنا هون بنقول هي عندي هي R، هي S، هي T، أو هي S خلي هون S وهي T. هذا إيش سميناه؟ فيز فولتج. هذا لاين فولتج. إذا خليني أول شيء أرسم هلا الثري فيز فولتجز، وخلينا نستعمل الألوان. مثلا ناخذ 1 2 3 1 2 3 4 وراح أعمل اللاين فولتج 5 6 7. هون عندي الفيز فولتجز. هلا خليني قبل ما أكمل بس نشرح اللي سألت عنه دينا. إيش ديما؟ سالت الموست بوزيتيف والموست نيجاتيف. خلينا نيجي هلا احنا نطلع على 3 دايودز او 2 دايودز. شفتنا هدول ال 2 دايودز وحطينا فولت ميتر هون، دي سي فولت ميتر، وجيت اخذت هلا هون هيك هي هاي اوكي. بعدين اجيت حطيت هلا هون 5 فولت 4.1 فولت. ها هذا الفولتج دروب ايش راح اعتبره؟ اعتبره سيليكون. قديش راح يكون الفولتج دروب عليه؟ 0.7. هلا طلع على هاد الدائرة من هون اللي موجودة هون، مين عندي الفولتج الأعلى؟ 5. مين الفولتج الأقل؟ 4.1 مضبوط. إذا مين اللي لازم يكون هلا فورورد بايس من هدول التو دايودز؟ 4.1 وهذا لازم يكون ريفرس بايس مضبوط. لا هاي الدائرة هي 5 فولت وهي 4.1 فولت. ايش لازم يصير بالدائرة هاي؟ لازم يصير اللي هي طبعا مش كاملة لأنه لازم أكمل أنا من هون، هي لازم أحط هون مثلا ريزيستر. لازم يصير هذا هلا فورورد بايس مش هيك؟ لانه هاي الخمسه ايش راح يطلع عندي بسبب الخمسه هون؟ 4.3 فولتس. لو هذا عمل كوندكشن ايش راح يعطيني فولتج هون؟ 3.8 مزبوط؟ يعني هذا راح يجي منه 3.8 فولتس. بس ما بزبط هذا 3.8 لانه في عندي 4.3. اذا صار عندي هون 4.3 وهون 4.1 ايش لازم يصير بهذا الدايود؟ لازم يعمل سويتشنج اوف مزبوط؟ واذا هذا لازم يعمل سويتشنج اون. اذا ذا موست بوزيتيف مين اللي بيعمل سويتشنج اون؟ The most positive. نفس الشيء العكس هلا نطلع بالطريقة المعاكسة. رح ناخذ الدايودز هلا من هون. دكتور 3.4 صح؟ 3.8. اسف صحيح مضبوط 3.4 احسن شوي 3.4 لانه 0.7 فولتس اقل.
هلا نطلع على الحالة المعاكسة. هاي عندي هون 3 فولتجز حطيتهم، خلينا نقول 6 فولتس مثلا. نحطهم ماينس. ضمنيا مفهوم هذا لما بحط انا اشاره الجراوند، مين اللي بقيسه بالنسبه للجراوند؟ هذا الفولتج بالنسبه للجراوند، وهذا الفولتج بالنسبه للجراوند، وهذا الفولتج بالنسبه للجراوند، مش هيك؟ واذا قست فولتج بمكان ثاني، بس احنا ما بنضلنا نعيد كله. يعني لو بدي ارسمه انا هذا كامل، بدي احط هون فولتج سورس واحطه هيك، واحط فولتج سورس، بس احنا بنختصر بنحطه كله هون بهذا الشكل. هلا مين ان هدول رح يعمل كوندكشن؟ ماينس 6 لانه ذا موست نيجاتيف، مزبوط؟ ذا موست نيجاتيف فولتج لازم يعمل كوندكشن من هون، مزبوط؟ فهذا بصير اون وهدول بصيروا اوف. اذا نطلع على الدائره هاي، هدول الثلاثه الكونفيجريشن تبعتهم مين بتشبه؟ بتشبه هاي. هدول الثلاثه الكونفيجريشن تبعتهم مين بتشبه؟ بتشبه هاي، مزبوط؟ بتشبهها، مزبوط؟ طلع هون الانودز، مش الانودز كلها مشبوكه مع بعض، مش هون الكاثود كلها مشبوكه مع بعض، ماشي؟ اذا لو اطلعت على هدول الثلاثه مين المداخل تبعتهم؟ ايش هي المداخل تبعتهم؟ ار واس وتي. إذا في واحد وثلاثة وخمسة، مين راح يعمل كوندكشن في أي لحظة من اللحظات؟ اللي الانبوت تبعه موست بوزيتيف، بس مين هم الانبوتس تبعونهم؟ ار و اس و تي. إذا إذا رسمت ار و اس و تي هون، بقدر أعرف الوقت اللي راح يكون فيه واحد من هدول الثلاثة كوندكتنج، بيقدروش يكونوا الثلاثة كلهم كوندكتنج بنفس الوقت، مزبوط؟ لازم واحد يكون كوندكتنج والتنين الثانيين اوف. ولو جينا طلعنا هون، راح يكون عندي في أي لحظة من اللحظات الموست الكوندكتنج من هدول راح يكون اللي الانبوت تبعه موست نيجاتيف، مزبوط؟ وفي اللحظه اللي بيكون موست نيجاتيف بيكون هو كوندكتنج والثانيين الاثنين بيكونوا اوف. اذا راح يكون عندي 120 درجه واحد من هذول، 120 درجه واحد من كمان واحد، و120 درجه كمان واحد، وكمان هون 120 درجه، 120 درجه، 120 درجه. راح نشوف هلا بالرسمه، لما نرسم الرسمه هون راح نشوف مين اللي بيكون موست بوزيتيف مين اللي بيكون موست نيجاتيف. هلا طلعوا معي هون، خلينا نرسم اول شيء الار. راح نستعمل اللون الاسود للار، فراح اخذ هون عندي هاي لازم تكون هيك، هذا طبعا الفيز فولتج اه 1 2 3 هاي. نفس الشيء هلا هون راح ناخذ 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 هيك اكتمل عندي الار. خلينا نعطيه كمان هيلا، ناخذ ال خلينا ناخذ الاس اخضر، بده يتاخر عنه 120 درجه، بده يبدا هون 1 2 3 1 2 3 مبين هذا اللون؟ خلينا نرجع، بدنا نرجع من هون، بهمنا نرجع 1 2 3 1 2 3 4 وناخذ التي الازرق، هاخره على الاس كمان 120 درجه. هي اخذت 1 2 3 4 هيك مضبوط اللي عملناه؟ لا مش هنلف، غلط اللي عملناه، زائد 100 زائد 30 لازم تأخر 120 درجة. فالمفروض هذا بلاش استخدم خلينا استخدم الأحمر أحسن. 1 2 3 4 1 2 3 هاي هيك صار متأخر 120 درجة. بعدين عندي 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 مضبوط هيك صار 120. بعدين مشينا 1 2 3 1 2 3 مضبوط 1 2 3 واحد اثنين ثلاثة هاي كمان 120 درجة. إذا هاي الاس، وبعدين نرجع 1 2 3 من هون هاي الاس، وناخذ آخر شيء التي. راح ناخذ كمان هاي 150 180 210 240 فأخرت 120. 1 2 3 4 واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة
وبرجعه هون 1 2 3 هيك جاهزين. هلا خلينا ناخذ قلم سميك. ايش راح نحط؟ عمين راح نفتش هلا احنا؟ على الموست بوزيتيف والموست نيجاتيف، مظبوط؟ هي واضح هلا في الفترة هاي مين الموست بوزيتيف؟ الار. ومين هون الموست بوزيتيف؟ الاس. ومين هون الموست بوزيتيف؟ تي. وبنتكرر هذول قديش لازم يكونوا كل واحدة منهم 120 درجة 120 درجة 120 درجة. إذا من فترة هاي على فكرة هون 30 درجة، 30 درجة بالنسبة لمين؟ بالنسبة للآر. بالنسبة للآر أحسنت. دائما ضلك تذكر بالنسبة لمين أنا عمالي بشغل، بالنسبة للآر ولا بالنسبة للآر ماينس إس، بالنسبة للفيز ولا بالنسبة للآر، مش مشكلة، المهم إنك تكون عارف بالنسبة لمين عم تحكي 30. لما تحكي كلمة 30 راح تشوفوا هاي النقطة مهمة جدا، لأنه هاي الفايرنج فيها مهم. ما بقدر أعمل فايرنج قبل النقطة هاي لما نروح على الثايرسترز، لما يصير هذا كنترولد هاي أبكر نقطة بقدر أعمل فايرنج فيها للآر 30. بس 30 بالنسبة لمين؟ للآر. تذكروا هاي ما تنسوها. إذا 30 with respect، خلينا أحطها هون 30 degrees with respect to R، وراح أحط هون كلمة فيز عشان أأكد لك إن هالفيز فولتج مش اللاين فولتج، أوكي؟ إذا ناخذ هلا هذا البوزيتيف، راح ناخذ هاي هذا هون صار عندي الموست بوزيتيف، الموست بوزيتيف، الموست بوزيتيف، وهذا راح أحطه عنده هون موست بوزيتيف، موست بوزيتيف. خليني امحي هذا الخط. اوكي اذا هي عندي الموست بوزيتيف. اذا كان الموست بوزيتيف شغال مين الدايود اللي لازم يكون كوندكتنج؟ بهاي الفتره مين راح يكون؟ وبهاي الفتره وبهاي الفتره خلص. اذا هون لازم يكون عندي واحد كوندكتنج. في واحد ثاني هلا راح يجي معاه من تحت اللي راح يكون حتى تكتمل الدائره. شو لازم يكون عندي؟ خط رايح وخط راجع، مش هيك؟ ما في شيء، ما في بالكهرباء ما في شيء له معنى انه يكون عندي، لازم يكون عندي خط شغال. اذا لازم في اي لحظه من اللحظات يكون واحد من هذول الثلاثه اون وواحد من هذول الثلاثه اون. ما بينفعش يكون واحد لحاله ما لهش معنى. اذا هذا راح يكون عندي واحد، هذا راح يكون ثلاثه وشيء ثاني، هذا راح يكون خمسه وشيء ثاني، وهذا راح يرجع مره ثانيه واحد وشيء ثاني وهكذا. طيب نطلع على الموست نيجاتيف. الموست نيجاتيف مين عندي هون الموست نيجاتيف بالفتره هاي؟ الاس هون، التي وهون الار. خلينا نحط هون خط عليه. هي عندي هون هذا الموست نيجاتيف، هذا الموست نيجاتيف، هذا الموست نيجاتيف، وهذا برجع هون مره ثانيه الموست نيجاتيف. طيب اذا كان هذا الاس موست نيجاتيف مين لازم يشتغل؟ 6. اذا كان التي الموست نيجاتيف مين بيشتغل؟ 2. إذا كان الـ R most negative مين بيشتغل؟ 4. برجع مرة ثانية 6 2 1. نختار نطرح مع بعض؟ بدنا نجمع ولا نطرح؟ لا نطرح بس تصير جمع. تمام أحسن، أوكي كويس. هلا بقى هلا بدي أشرح. هلا اطلعوا معي هلا هون، خلينا نطلع بدنا نقسمها، بدنا نضطر نقسمها ثلاثينات مش ستينات. ليش؟ الفترات عندي ثلاثينات مش ستينات. اطلعوا مظبوط، هاي 60 وهاي 60 وهاي 60 وهاي 60، بس ايش في عندي؟ في شفت ال 30 درجه. فايش مضطر الان اعمل؟ مضطر اجي اقول بالفتره هاي وهاي في عندي 30 درجه، مين اللي فيها اون بنفس الوقت؟ 1 و6. 6 طفى، مين اجى محله؟ صار 1 و2. 1 طفى بس 2 لسه موجود، مين اجى مع 2؟ 2 و3. اذا راح نقسمهم هلا ثلاثينات. اذا راح احط خط سميك هون وراح احط خط سميك. هاي فترة ال 30 درجة واضحة فيها 1 و6. إذا راح امحي هذا الواحد احط هون 1 و6 وراح امحي هذا. هاي لمدة 30 درجة اللي هي من 30 لقديش؟ ل 90. بعدين ناخذ الفترة هاي مين راح شغال فيها؟ راح يكون هذا الواحد لسه شغال بس اشتغل مع مين؟ 2 اللي هاي ال 30 درجة واللي هي من 90 ل 150. بعدين عندي ثلاثة مع مين؟ مع اثنين. مع اثنين لسه شغالة، إذا راح يصير عندي هون ثلاثة اثنين، ثلاثة لسه موجود هون، ثلاثة مع أربعة، وأربعة مع خمسة، أربعة مع خمسة، بعدين خمسة مع خمسة.
اوكي وبعدين بترجع العملية بتتكرر اللي برجع معي واحد مع ستة هون. هلا هدول لما بطرحهم بهاي الفترة خلينا نطلع فترة واحد لستة. لما يكون واحد شغال وستة شغال شو طالع عندي برا؟ شو راح يطلع عندي؟ ايش اللي راح اشوفه على تتذكروا انه وين التيرمينال تبعون الدي سي؟ وين الدي سي اللود؟ هاي اللود مزبوط؟ اللود اللي انا كل اشتغلت شغلي عشانه اوصل له وينه؟ موجود بين هدول التنتين، وين البوزيتيف تبعه؟ وهذا النيجاتيف مزبوط؟ اذا خلينا نشوف اللود شو بشوف بفترة اللي بيكون فيها واحد وستة شغال، اذا واحد شغال ايش بدخل له هون؟ بوزيتيف سايكل. وإذا ستة شغال شو بدخل له هون؟ ستة. إذا رح يدخل له واحد وإس آر وإس مزبوط؟ إذا إيش يعني بشوف؟ لاين فولتج بين مين ومين؟ آر إس. رح يشوف في آر إس. في آر إس إيش بقدر أقول عن في آر إس؟ خلينا نرجع نرسم الفيزر دايجرام. رح أرسم فيزر دايجرام لآر وإس وتي. رح أفترض إني بلف هيك بسرعة أوميجا، مش هيك أخذتوا الفيزرز؟ وهون عندي R R minus S هاي S وهي R وهي T S. إذا بدي أطرح S شو بعمل؟ بضرب S في minus وبعدين إيش بعمل؟ بجمعه ل R. نأخذ هاي S هاي هذا الطول أخذته هون بنفس الزاوية رح يصير عندي تقريبا هيك هون. هذا إيش اسمه الخط؟ V R S. طوله قديش بالنسبة ل R؟ جذر الثلاثة يعني يكون 1.71. إحنا رح نعملها 1.75 بس لصعوبة الرسم هون بقدرش أرسم 1.73. بجذر الثلاثة قديش 1.73 بس الزاوية تبعته ايش الزاوية تبعته؟ هل زاويته هي نفس زاوية R؟ لا 30 30 leading ولا lagging؟ leading. كيف تعرف انه leading؟ العين تمام العين اللي موجودة هون طلع عم بتشوف هذا بلف من هون مين بتشوف بالأول؟ بتشوف ال R بعدين ال S مش هيك؟ إذا بتشوف ال R minus S قبل ال R إذا ال R minus S leading R by how much؟ 30 degrees. كيف نعرف انها 30 degrees؟ هاي 120 مزبوط؟ اذا هاي قديش بتكون؟ مش هذا خط مستقيم عليه 180 درجه بقي منه 120 شو بضل؟ 60 باي سيمتري بقسمها شو بتصير؟ 30. اذا خلينا نرسم r minus s راح ارسم r minus s على نفس هذا الدايجرام. بدي ارجع 30 درجه ليدنج بده يكون 30 درجه اذا r minus s بده يبدا هون مزبوط؟ الفريكونسي تبعت r minus s قديش راح تكون؟ هل راح تختلف الفريكونسي تبعت r minus s عن r؟ هدول الفيزرز اللي مرسومين على الدايجرام هذا ايش لازم يكون كلهم الهم نفس الفريكونسي تذكروا اللينير سيستمز ما في عندي فريكونسيز مختلفه هدول كلهم راح كلهم نفس الفريكونسي الاختلاف بالامبليتيود والفيز الامبليتيود صار 1.75 راح يطلع لهون ار ماينس اس والفيز تبعه راح يكون ليدنج باي ليدنج مين باي 30 ديجريز ليدنج ار عشان لازم يبدا منهم 1 2 3 بنطلع هون بعدين راح امشي كمان 1 2 3 نعم ايش ما بخلص بصور كله مش مشكله يعني انا حتى هاي مصوره في محاضره ثانيه مصوره مش مشكله لكن ركز افهم على هاي افهم اللي هون ماشي واضحه هلا هاي من وين اجت طيب اذا الاوتبوت راح يكون ار ماينس اس بس لمده قديش من اي زي اي زاويه واي زاويه 30 راح ارفع هلا هذه هون انا رسمي شوي مش مرتب ولا هي المفروض تكون سيمتريكال هاي هاي هذا ايش هاي القطعه شو هي ار ماينس اس هاي واحده من القطع اللي راح تطلع معي برا قديش فترتها 60 درجه مزبوط مش هاي 60 درجه إذا كررت هلا شو راح يطلع معي؟ بعد 1 و6 شو راح يصير؟ نفس الخط 1 و2، 1 و2 يعني مين؟ R minus T إذا حسبت R minus T راح تلاقي كمان هون 60 يعني مربعين 1 2 مربعين مربعين 1 2 3 4 5 راح يطلع معي R minus S R minus T S minus T S minus R T minus S T minus R بتتبع إذا اتبعت نفس الخطوات اللي احنا اتبعناها هون رح تلاقي إنه هدول بيمشوا معنا بهاي الطريقة وبعدين بردوا بيرجعوا كم بلس عندي بال 60 درجة بال 360 درجة؟ 6 بلس 6 بلس اوكي